السلام عليكم. الآن نتواجد في عين خماسة وهناك عملية شلخ. شلخ 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 توامي شلخ شلخ خيرات خيرات ديال البلاد. إخوان اللي كيتابعونا دائما أنا أخوتي ومرحبا بكم. بسم الله بسم الله بسم الله. بايخة قربت سيري شليخة الفوتية. احنا عندنا اختيار كيف حالك؟ ميلون فريشكو. شوفنا خايكور هذا. لويس، بونوديا، بابلو، كيف تابو؟ بيان؟ كيف تابو كوميندو ميلوني؟ لوبتيخو. كيف تابو مدريد؟ بيان؟ لوبتيخو كالي. لوبتيخو. اوكي وليدي. وصوات جات جات. منين طاحت هاد الزوجة؟ وسمة وسمة توني.
دخل عندي تلو شوف 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 انظر 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 انها الطبيعه هناك عمليه اسقاط الزريع زريعه البطيخ انظر يا للروعه تقوم هذه العمليه يا الهي هذه العمليه هذا؟ تقوم بسكين حافيه وتقوم بارجاع الزريعه واسقاطها في الطر ودزبل يا الهي انه يملك قوه خارقه تعددت فيه انا لحظتك اخويا علي زواد خويا عثمان وراك صاحبي انا دابا موسكا بان انا خايف اسم الله يلا موسكا الصحه والراحه للدقاء الدراسه بلاتي انت يا ولدي عاد كتخلط مالك شد نيت اخي اسمك انا كتقلبوا عليا انا نزق تلقى المرحله هادي راه والو خويا على ريش صاحبي عبد الله خويا وين هو عبد الله ساعتني يا حيت قباح صافي عندنا بزاف هنا اسمح لي اخي مرحبا بكم مرحبا معكم مع خالد اجيو تاكلوا بالطاخ عطيه طاف غليظ باش ما ديما متلوق اخي محمد يطلب زياده لا دابا تبرى ان شاء الله دير معنا شي خرجه باذن الله وعارف معذبك الله يشافيك يطلب زياده اسف واش اخويا علي الضرب البطيخ يسلم عليك الشيخ بسم الله فوزي مع لويس قول له زقت لك اليوم مدار بسبق انا لويس راه هو اللي شوف الفيديو هو بونوديا hemos tomado mi recorrido del otro día pero más melón hemos comido más melón que el otro día sabes y hoy no hemos comido higo chumbo lo batejo hoy derecho a la beteja al limón al melón el verde y el amarillo los dos melones Venga, saludo a todos, a Manuela y a todos los que nos están viendo. Al grupito de Badajoz, Kemla. Adiós. El aja que قدم التحيه لواحد السريق ديالنا مخرج معنا مشى لاسبانيا ودابا نعود الى مشى لويس لويس مشى للمغرب. انه شهي يا باغي يدوبي باغي يدوب يا روعه انه شخص غير طبيعي انه البلح حيد يدك البشاميل سوا عن نفرغ لك عيدك محسن اظهر وبان عليك الامان يا ولدي كان تسمع اخبارك معاوده اليوم عندك الزهر ما جيتيش التراجي كبرنا عاودنا التراجي لحد اللي فات ولكن كبرنا التراجي شويه كثر من الحد اللي فات مع كاين شويه الجو سخون هو هذا كان طراجي ناضي انا اخوتي انا اخوتي طايحه انا اخوتي انا هادي على البصمه على بطل البصمه قالت كي يوريكم البرا ديالو فهمتي سالينا بالموت هاك شكون اللي طلع هاد العقبه ولادي شكون اللي طلع هاد العقبه هادي اللي جايه شكون البيكاله البيكاله هيثم البيكاله البيكاله طلعها احمد احنا نشبرو بشويه كاع غنشبرو بشويه انا ماشي مع وحده ومعاه بشويه لا اجي احنا مع عطيك ما شهيتك اخي محمد علاش من مال بغيتي تبقاو هنا صافي راسكم غادي نمشيو كونيكسيون بدات كتقطع نكملوا الطراجي ديالنا حتى للعرش ان شاء الله السلام عليكم خويا سعيد عاد تحق بينا زيد 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 يعطيك الصحة خويا وكيلي الله يعطيك الصحة تهلاو فراسكم أوفواغ السلام عليكم متابعي قناة أبو حفص حيلي مرحبا بكم قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد دمتم أحرار
والسلام عليكم ورحمة الله.